السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الأفكاد بلانت أو الأفكاد إم إي بي أو الأفكاد بيبقى فيه بايب، بتلاقي حاجات تسهل عليك، يعني بدل ما تشتغل بالأفكاد عادي وعمال تسطب بالإثبات أو بتاخد وقت عشان تعمل حاجة، بتلاقي الموضوع لذيذ جدا لما تستخدم أفكاد بلانت أو أفكاد إم إي بي أو أي أو حتى لو أنت شغال في المعماري أفكاد أركتكتشر أو أفكاد ستراكشر، بتلاقي الموضوع أسهل. وكان الأفضل يعني المسيرة إنك تخش في الريفت أو أركيكاد أو أي برنامج آخر. طيب مثلا هاجي ارسم بايب، هدوس على علامه الزائد وابدا ارسم كده شويه، تمام. ولما احب مثلا احط اي حاجه بدوس رايت كليك يطلع لي القائمه دي. القائمه دي ممكن تقول له مثلا بايب اند او اليفيشن، اغير الارتفاع، تمام، خلينا مثلا بشكل دوت، تمام. هتلاقي نفسك طلعت كده مثلا، تقدر ترسم زي ما انت عايز مثلا على سبيل المثال. طيب ممكن تيجي هنا وتروح دايس مثلا رايت كليك وتقول له انا عايز احط فيتنج، يجيب لك القائمه دي تختار منها الفيتنج اللي انت عايزها، تمام. تختار مثلا البلب مثلا بالشكل دوت، تختار القائمه من هنا، تبدا تحط البلب وتكمل الشغل بتاعك اهو، تمام. تروح دايس مثلا فيتنج وتختار مثلا ديت، تمام. لو هي في اختيارات منها تبدا تختار منها، تمام، بعد كده تكمل بالشكل دوت. تقدر تيجي على اي واحد فيهم وتقول له انا عايز اضيف بايب للنص، تقدر تقول له انا عايز اختار مثلا اغير سايز او سبيسيفيكيشن او يعني اختيارات كتيره جدا بتسهل عليك الشغل من غير ما تقعد تحط الاثبات، هي موجوده جاهزه في قلب البرنامج، تمام. مثلا السايز هتقول له مثلا 6 انش، لا خليها 3 انش مثلا، تمام. هتلاقيه يغير لك وهحط لك الريديوسر بالشكل ده، واوتوماتيك اول ما تغير هو يحط لك كور.